تعلمنا انه ناخذ الاوامر من فوق، وهيدا الشيء اللي اليوم نحن من بعد الثوره ومن بعد هيدا الخط التغييري لقينا انه لا مش هيك، وانه التغيير الفعلي ببلش من تحت وبده وقت. لما توصلي انت بمرحله وين قويتي هالمناطق ونميتيها وعطيتيها الاستقلاليه الماليه لمشاريع اقتصاديه تنمويه وعطيتيها كمان العداله بالجندريه والريبريزنتيشن، هيدي يلي هون كمل انه هي رح تبرم وتلف على مجلس النواب ورح تطلع كمان لمجلس الوزراء، وهون بصير القرارات الاستراتيجيه والدفاعيه والخارجيه منبثقه من الشعب من المناطق بدون تفريق او تقسيم. التغيير الاداري هو مشروع ومشروع اداري، مش هو السبيل الوحيد اكيد للتغيير السياسي، بس اللي عم نجرب نقوله انه اليوم في عنا مثل هيدا المشروع القانون صار له فتره واقف من سنين وبعده ما اقر معه، بيجي كتير شغل عنا نعمله ان كان بضغط الشارع، بس العمل السياسي كمان اللي عم يتحضر تحضير للانتخابات، لانه نحن التغيير رح يبلش من انتخابات عم يطلع فيها ممثلين جداد بدم جديد بفيجن جديدة للوطن، ومن هونيك بتبلش بقى تفعيل هالقوانين الجديدة لنقدر نحقق لو جزء صغير من التغيير، لان تغييرنا بده فعلا سنين لنقدر نبلش نلتمسه.